كشفت وزارة النفط العراقية عن تقليص واردات العراق من المنتجات النفطية بنسبة 25%، وذلك عقب إعادة تأهيل مصافي النفط الخام في البلد. وأوضح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن بلاده تعمل على زيادة إنتاجها من المنتجات النفطية من خلال معالجة سوائل الغاز الطبيعي. ولم يحدد الوزير إطارا زمنيا لخفض واردات بلاده من المنتجات النفطية.